أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد أكرم الله سبحانه وتعالى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يكرم به الأولين والآخرين، فأعطاه الشفاعة وأعطاه المقام المحمود، وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني عطاء لم يعطه نبي مرسل ولا ملك مقرب. مما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبي هذه الأمة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض. الحوض هذا النهر أو هذا الحوض الذي نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بالشرب منه يوم القيامة ومن يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، هذا يجب على المؤمن أن يؤمن به، فهو أيضا من الغيبيات التي يجب الإيمان بها. وقد ذكره المصنف في هاتين البيتين بقوله: إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل، ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم وقل يذاد من طغوا. إيماننا بحوض خير الرسل حتم أي واجب كما قد جاءنا في النقل، أي يجب أن نؤمن به كما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم وقل يذاد أي يبعدون ويطردون، وقل يذاد من طغوا، نسأل الله أن نكون من الشاربين منه. قال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وأخبر عليه الصلاة والسلام وفسر الكوثر بأنه حوض، يعني شرابه أبيض اللون طيب الطعم والرائحة، يصب فيه نهر لا ينضب، أي لا 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 ينفد ماؤه، لا ينفد ماؤه. عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا طينه أو طيبه مسك أظفر، حديث رواه البخاري. وكما أخبر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حوضه أن مسيرته شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه على عدد نجوم السماء أو كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا أيضا الحديث صحيح رواه البخاري. إذن أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن هذا الحوض، وأن مسيرته شهر، وأن ماءه ليس كالماء، فهو أطيب فهو أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، وريحه أطيب من ريح المسك. وورد أيضا في بعض الآثار أن على كل زاوية من زواياه أحد من الخلفاء الأربعة: سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إلى غير ذلك. إذن نحن يجب علينا أن نؤمن بهذا الحوض كما أخبرنا به مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قول المصنف: إيماننا بحوض خير الرسل حتم أي واجب علينا أن نؤمن به معاشر المؤمنين.
نؤمن به بالكيفية التي ورد بها النص حتم كما قد جاءنا في النقل. ثم قال رحمه الله مصنف رحمه الله: ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم. إذن هذا الحوض يشرب منه يوم القيامة المؤمنون يوم العطش ويوم الظمأ ويوم الحر واليوم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق فتكون على رؤوسهم قدر شبر، يوم يكون الناس فيه أحوج ما يكونون إلى الماء البارد على الظمأ، يكرم الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالشرب من هذا الحوض الذي خص الله به نبيه ومصطفاه. إذن يشرب منه المؤمنون، ولكن من هم المؤمنون؟ ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم، أي الذين وفوا بالعهد بينهم وبين الله. ما المراد بالعهد؟ الشريعة الإسلامية، الشريعة المحمدية كلها بما فيها من أحكام ومقاصد وحكم وغير ذلك، أوامر ونواهي، واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات، الشريعة كلها بما فيها عهد بين العبد وربه. فمن وفى بمقتضى هذه الشريعة واتقى الله سبحانه وتعالى باتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وفى الشرع، ولم يزد ولم ينقص ولم يحدث ولم يبدع ولم يغير، هذا يكرمه الله سبحانه وتعالى بالشرب من حوض مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم. وفوا بعهدهم أي لم يبدلوا ولم يغيروا. ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم، وقل يذاد من طغوا، يذاد عن هذا الحوض ويبعد ويطرد، ولا يكرمه الله سبحانه وتعالى بالشرب منه إذا بدل وغير وطغى. فقد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي، أي الحوض، لا يردن علي الحوض ناس من أصحابي، هكذا لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض. ولكن ليس المراد من الأصحاب في الحديث صحابته صلى الله عليه وسلم، ليس المراد بالأصحاب جمع الصحابي المصطلع عليه بأنه الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على، لا لا، وإنما المراد بالأصحاب الأتباع من أمته. كل تابع له من هذه الأمة فهو صاحبه. إذن فحذار، يعني لا يراد بلفظ الأصحاب في هذا الحديث يعني الصحابي المصطلع عليه، وإنما يراد به الأتباع. لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني، يعني أبعدوا وطردوا، اختلجوا دوني، فأقول يا ربي أصحابي أي أتباعي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني من التغيير والتبديل والتحريف وإحداث البدع وغير ذلك، يعني لأنهم لم يوفوا بشرع الله عز وجل. وقيل المراد بلفظ الأصحاب في الحديث أي الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم في حياته ثم بعد ذلك ارتدوا، وقاتلهم سيدنا أبو بكر، قاتل أهل الردة وماتوا على الكفر، فذاك هو أعظم تبديل وأعظم تغيير. إذن صفوة القول وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن الحوض يكرم الله سبحانه وتعالى بالشرب منه عباده المؤمنين الذين وفوا بعهد الله سبحانه وتعالى وأقاموا شرعه والتزموا أمره واجتنبوا نهيه، ويحرم منه أناس بدلوا وغيروا وأحدثوا في هذا الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على صراطه المستقيم وعلى نهجه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله ورسوله أعلم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.